السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم جوج ديال الافكار، يعني افكار زوينه بزاف. الفكره الاولى، الارباح ديال هذه الفكره كطرح ما بين 7000 درهم حتى 11000 درهم في الشهر. وبالنسبه للفكره الثانيه، الارباح ديالها كطروح ما بين او لا كتوصل حتى 9000 درهم شهريا. يعني قبل ما نبداو في شرح هذه الافكار بجوج، نشرح لكم الطريقه كيفاش تخدموا فيها وكيفاش تدفعوا او لا تخدموا في هذه الافكار هذو. فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس والاعجاب الى عجبكم هذا الفيديو. يلا بينا شرح هذه الافكار بزوج، الافكار الربحيه 100%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة أفكار بسيطة ومربحة. في هذه الحلقة غادي نشارك معكم فكرة أو جوج الأفكار زوينين، وهذه الأفكار يعني جاو انطلاقا من واحد الصديق ديالي هو اللي اقترح عليها. نهضر لكم على السيارات اللي هما سيارات كوميرسيال، اللي كنقول لهم حنا سيارات كوميرسيال اللي تيكونوا سيارات كبار، يعني بحال مثلا الدوكير، بحال مثلا الكونغو أو السيتروين، أو مثلا السيارات اللي كيكونوا من الحجم الكبير. يعني أول فكرة إخواني كتنطلق من هذه الأنواع ديال السيارات، وهي الخدمه مع الشركات، يعني شركات التوزيع، يعني شركه التوزيع، يعني توزيع السلع وعلى الكليان. ويعني وغالبيه ديال هذه الشركات يعني كيفضلوا انهم يخدموا بحال هاد الناس اللي عندهم سيارات ديالهم شخصيه، يعني وبحكم انهم يعني ما كيتحملوش المصاريف ديال هاد السيارات. واغلب هاد الشركات التوزيع اللي معروفه مثلا في المغرب، بحال مثلا انا والمجموعه ديال الشركات، وغادي نقتصر لكم على شركه ديال جوميا اللي هي معروفه بالتجاره الالكترونيه، واللي كتوزع وكتاخذ دي كوموند من هاد الناس يعني في انحاء المغرب كامل، وكتوزعها يعني كتفرقها انطلاقا من يعني الموزعين اللي هما كيكونوا موزعين بدو دراجات ناريه، وكاين موزعين اللي هما كيوزعوا بالسيارات ديالهم. يعني هذه الفكره هذه فكره زوينه، ويعني غادي تدخل واحد المدخول اللي هو مدخول زوين بزاف. وهذا شركات يعني شركات كثيره بزاف اللي غادي نحط لكم لا ليست ديال هذه الشركات في صندوق الوصف، ونكملوا الشرح ديالها. يعني هذه الشركات قلت غادي تدخل الموقع ديالهم وغادي تواصل مع الشركه ولا الاداره ديال هذه الشركه هذه، وغادي يعيطوا عليك ودير معاهم مثلا واحد اللقاء، ومن بعد غتوصل معاهم ودير معاهم واحد الكونترا فيها تقريبا كونترا فيها تقريبا عام على حسب داكشي اللي درتي معاهم، وكذلك كتسني معاهم واحد الشيك ضمان، ومن بعد يعني كيقبلوك وغادي تخدم معاهم كموزع في المدينه ديالك، وعلى حسب الكوموند ديال المدينه يعني القريبه منك من السكن ديالك، يعني وانت كتخلص على حسب عدد التوزيع، يعني عندك النسبه المئويه، وفي كل توزيع درتي يعني لكل يعني كدير معاهم مثلا كيديروا معاك تقريبا 20 درهم لكل منتوج. والارباح ديال هذا التوزيع ولا هاد الخدمه اللي غدير مع هاد الشركات يعني كتقدر تقريبا بين 7000 درهم حتى 11000 درهم شهريا. واذا اخواني هاد الفكره زوينه بزاف، انت مهز ما حط ما شاري سلعه ما ما يعني ما ضربت مال على شي سلعه وما جيبها من حتى شي بلاصه، يعني كتفيق مع الصباح، يعني الخدمه اللي غادي دير او الخدمه اللي غادي تبقى ديرها كل يوم، يعني انك كتخدم على حسب التوزيع، وهما اللي كيصيفطوا لك السلعه كيصيفطوها لك بار واتساب، فيها كل شيء. انت كتمشي للديبو ديالهم وكتشارجي السلعه وكتوزعها على حسب العنوان اللي كاين في الورقه ولا اللي كاين في الورقه اللي كيصيفطوا لك في الواتساب. يعني قد ما كانت السلعه كثيره انت عندك الارباح، مثلا عندك تقريبا نقولوا مثلا عندك 200 بياسه ولا منتوج في النهار، وكيف قلت لكم في الاول انهم دايرين واحد البورسنتاج اللي هو 20 درهم للمنتوج، يعني ان قلنا عندك 200 بياسه، هاد 200 بياسه كضربها في 20 درهم كتعطيك 4000 درهم في ذاك النهار. يعني على حسب، يقدر دير 300 بياسه، يقدر دير 400 بياسه، يقدر دير 600 بياسه، على حسب البياس اللي كاين مثلا في ذاك النهار. وقد ما كانوا المنتوجات اكثر قد ما انت ربح اكثر، وما عليك غير تمشي وتجرب هاد الشركات وشوف شركات اخرين. يعني كاين شركات اخرين بحال مثلا بوتيكا او شركات اخرى شاين ويوباي وبزاف ديال الشركات اللي هما كيخدموا في التجاره الالكترونيه او لا في دروب شوبينغ، يعني اللي كيجيبوا من برا وكيسوقوا في المغرب. وكيف كتعرفوا هذه الجائحه ديال كورونا النسبه ديال الشري اللي كيشريو الناس في الانترنت يعني نسبه عاليه بزاف، الناس مابقاش كيمشيو للمحلات، مابقاش كيشريو في الاسواق، يعني الناس كيديروا لي كوموند ديالهم انطلاقا من الانترنت وكيتسناو في ديورهم حتى كتوصلهم لا كوموند للدار ديالهم. يعني هذه القضيه هذه اغلبيه ديال الناس ولاو يعني كيشريو طوموبيلات وكيخدموا مع
او لا كتكون عندك طوموبيل مثلا محطوطه في الدار كبيره، كتهز السلعه كتمشي مباشره وكدير مع هاد الشركات هادو وكتخدم معاهم الخدمه ديالك يوميا. يعني كيف قلنا ان الارباح ديال هاد الخدمه هادي كتوصل حتى ل 11000 درهم. يعني كاينين الدراري كيشدوا ما بين 7000 درهم حتى ل 11000 درهم في الشهر انطلاقا من هاد الخدمه ديال الشركات اللي كيديروا التوزيع في المغرب للسلع اللي هي كتشرى عبر الانترنت. يعني هذه هي الفكره الاولى. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.